ما بقتش قادرة تقف على رجلها وأضربت عن الطعام عشان تمثل. حفيدها فنان مشهور وأبوها ميجا ستار، والسر ورا لبسها الحجاب اللي ما تعرفوش عن أم السينما عواطف حلمي. فاجأت الفنانة عواطف حلمي جمهورها ومحبينها بالاعتزال النهائي عن التمثيل بعد مسيرة فنية كبيرة فيها أكتر من 177 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح. وتعرفت بأم السينما المصرية لما قدمت دور الأم، واللي يعرفها على أرض الواقع بيحس إنها أمه فعلا، لأنها بتدي كل اللي معاها للكل من غير مقابل، ده غير براعتها وعبقريتها كممثلة. اتولدت عواطف حلمي سنة 1942، بدأ حب التمثيل جواها من تانية ثانوي بعد ما انضمت للعرض المسرحي التابع للمدرسة، وكانوا بيعرضوا أعمالهم على خشبة مسرح الأزبكية ودار الأوبرا. كبر جواها حب المسرح والتمثيل، وفي البداية شافت أسرتها إنه عادي واستهترت بشغفها وأخدت الموضوع بلا مبالاة وقالوا شوية وخلاص. لكن المفاجأة لما راحت قالت لهم بعد الثانوية العامة إنها هتقدم في معهد التمثيل، وقتها رفضت أسرتها بشدة وقالوا مستحيل. قررت تعمل اعتصام جوه البيت وأضربت عن الطعام لحد ما نجحت في إقناع خالها بوجهة نظرها، وقرر يدفع لها هو مصاريف المعهد اللي كانت وقتها حوالي 22 جنيه. وانطلقت عواطف حلمي سنة 1963 لما تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت بانضمامها لمسرح فريق الحكيمة وبعدين فرقة المسرح الحديث سنة 1974، وقدمت فيه عدد كبير من الأعمال لحد سنة 2002. وحصلت سنة 1998 على درجة فنان قدير بدرجة مدير عام من وزارة الثقافة، وتجوزت من مهندس الديكور المسرحي الفنان مجدي رزق، وليها بنتين أماني وجيهان. وأماني هي الزوجة الأولى للفنان خالد النبوي، وأم توأمه نور وكريم. كريم ملوش علاقة بالوسط الفني، لكن نور دلوقتي يعتبر واحد من أشهر الفنانين الشباب، وكانت نصحته جدته عواطف فهمي إنه ما يدخلش مجال التمثيل لصعوبته، وهو كمان ما كانش بيقول إنه عاوز يمثل قبل ما يفاجئهم بدراسته للتمثيل والإخراج في أمريكا، ورجع مصر عشان يشتغل. وجمعوا بجدته عمل واحد وهو مسلسل نقل عام عشان يبقى آخر عمل يجمعهم ببعض قبل ما تاخد قرار الاعتزال نهائيا، واللي بررته بانها ما بقتش قادرة تتحرك من السرير وما عندهاش استعداد الناس تتفرج عليها وهي بتحاول تشتغل، مكتفية باللي عملته في مسيرتها الفنية. وقدمت عواطف فهمي عدد من الاعمال المهمة زي امام الدعاء واميرة في عبدين وحديث الصباح والمساء وسوق العصر ولن أعيش في جلباب أبي وغيرها من الأعمال المهمة. وكانت قررت عواطف إنها تلبس الحجاب في أوائل الثمانينات بعد ما عملت عمرة، على الرغم من تحذيرات كتير جت لها بأنه هيأثر على شغلها، لكنها كملت ولبسته قبل ما تتصاب بحساسية وما قدرتش تلبس الحجاب بشكل كامل، فاكتفت بالتربون على الرغم من انها خلعته مرة واحدة لكنها لبسته تاني على طول، وده كان بسبب حبها في الشغل مع أمينة رزق. والمخرج وقتها قال لها لو ما قلعتيش الحجاب مش هتشتغلي، فقلعته ورجعت لبسته تاني بعدها على طول.